حكم صلاة الشفع الوتر كالمغرب بتشهدين؟ لا ما يصير، غلط. يعني ما يجوز تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب. يعني أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه صلى ثلاث بسلام واحد إلا المغرب، لم يثبت عن النبي أنه صلى ثلاث ركعات بسلام واحد إلا المغرب. ثبت عنه أنه صلى ركعة بسلام واحد وركعتين بسلام واحد، هذا هو الأصل، وخمس بسلام واحد وسبع بسلام واحد وتسع بسلام واحد، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر أهل العلم قالوا إذا ثبت واحدة وخمس وثلاث، واحدة وخمس وسبع وتسع، شو المانع أن يصلي ثلاث؟ صح، ما في مانع، لكن ما ثبت عن النبي، لكن جائز، جائز. وإن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قياس على الخمس والسبع والوحدة يجوز ثلاث. لكن أيضا الذين قالوا أن يصليها ثلاث بسلام واحد قال لا يشبهها بالمغرب، وإنما يكون فيها تشهد واحد، تشهد الأخير بس، يعني صلي الأولى ويوقف، صلي الثانية ويوقف، صلي الثالثة وتشهد ويسلم، يعني لا يجعلها مثل صلاة المغرب. والأفضل أنه ما يصلي ثلاث بسلام واحد، لم يثبت عن النبي ثلاث بسلام واحد، لكن لو صلىها جائز. الأمور النافلة يعني أمر فيها على التساهل، يعني يجوز إن شاء الله تعالى. هنا إذا صلىها الإمام فهل يتابع أو تعتبر باطلة؟ لا ما يقال باطلة، لكن يقال غلط، الغلط ينبه الإمام أن ما فيها تشهدين، أن ما فيها تشهدين، إما تشهد واحد وإما أن يفصل وهو الأفضل ركعتين ويسلم ثم ركعة ويسلم، أو ثلاث بسلام واحد أو جلسة واحدة يعني، لكن لا تبطل الصلاة، صلاة صحيحة إن شاء الله تعالى.